طيب بينضم معنا رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأستاذ أنمار حالي. معليش منصور حناخذ الوقت شوي عليكم. كابتن أبو فيصل نرحب فيك. أهلا وسهلا. نقول ألف مبروك. الاتحاد من 2009 آخر نهائي لعب عليه في 2009 كأس آسيا. اليوم بعد 11 سنة نقول مبروك للاتحاد أنه وصل نهائي، وأعتقد أنه هذا مش إنجاز بس أنه بداية عودة الاتحاد. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر إخواني اللاعبين والجهاز الفني والإداري على تحملهم الضغوطات. عمل صعب جدا، يستاهلوا الشيء اللي قدموه بإذن الله. باقي خطوة إن شاء الله للذهب. إلى الآن أنا ما أشوف أنه قدمنا شيء. إن شاء الله الكاس يوم يجي إن شاء الله باركون إن شاء الله، وإن شاء الله بيكون إنجاز وبنحققه إن شاء الله. أنا بتكلم على صعوبات أبو فيصل من أول ما تسلمت رئاسة النادي. صعوبات كثير مريتوا فيها، سنة كانت صعبة وهي سنة أنت جالس ترمم الفريق من جديد، واجهتوا صعوبات في السنة الأولى. السنة الثانية كيف شاهدتوا الفريق؟ كيف شاهدت الانسجام بعد السنة الأولى؟ بفضل الله تعالى وبفضل دعم سمو مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان، وسمو وزير الرياضة، أحب أشكر للأمانة لأنه واقف معانا ومع كل الأندية السعودية بشكل عام، ويبغى الأندية تنجح وموجود بشكل دائم معانا، بذللون كل الصعوبات. الشباب الآن ما عليهم من العمل، الحمد لله دعم كبير نلقاه من الدولة، اللهم لك الحمد، وبإذن الله نتوجه ونجيب الكاس إن شاء الله بإذن الله، ونقدمه للمملكة العربية السعودية والنادي الاتحاد بإذن الله تعالى. لما نشوف الاتحاد في الدوري يقدم مستويات جدا ممتازة، الآن في المرتبة الرابعة يفصل نقطة عن الثالث، كأس الملك واصل دور الثمانية، الآن توصلون إلى نهائي البطولة العربية. موسم شكله موسم جميل للاتحاد إن شاء الله. بوادرة. الحمد لله إن شاء الله. انسجام يمكن من سنوات طويلة، من 10 سنوات أول مرة إدارة تكمل يعني سنة وشوي ومكمل فترتها، أول مرة جهاز فني يكمل فترة طويلة، أول مرة اللاعبين في انسجام كبير رغم إنه كان في نقص كبير عانينا منه، ورغم الأشياء اللي حصلت في موضوع الملاعب هذه الأشياء، لكن الحمد لله كانوا على قدر المسؤولية وقدموا إن شاء الله الحمد لله الشكر. وهذا واحد من الأبطال، من جنود الأبطال وصام نفس الحكاية. شوف يا ناصر، بقول كلمة أقسم بالله بقولها والله لا هي مجاملة لهم ولا شيء، أقسم بالله من جيد إلينا اليوم ما طلبنا شيء إلا نفذوه، وكلهم حماس وكلهم رغبة لشيء للاتحاد. يعني أقسم بالله أنا يعني إيش الفترة السنة والسنة ونص اللي مرت في الضغوطات اللي هم فيها أنا عايشها، عشتها معهم وعرفهم. أقسم بالله إنهم يستاهلون. أنا بالنسبة على الصعيد الشخصي ممكن إن الجمهور كلهم يشكرون حامد وفرت له كل شيء منهم. أقسم بالله ما طلبت شيء لا من أبو عصام ولا من هنما، يشهد الله في سماء لا هو مجاملة ولا شيء، هم أخواني يعني بالنسبة قبل أكون معهم، إنه ما قصروا في أي شيء على الصعيد اللعيب اللي غيرناهم الأشياء. في النهاية اليوم هذه ثمرة واحدة يعني من الأشياء اللي المفروض إنه إن شاء الله على تعبهم وصبرهم ينالونها ناس أصحاب نية، أصحاب حب وإخلاص الاتحاد، صبروا على الشيء الكبير اللي أنا مثلا جيت ما عشت نفس الضغوط اللي عاشوا فيه. حاولوا يعني سووا كل شيء، مثلا جابوا كل أحد على أساس يسوي، ممكن ما مشت معهم الظروف، اليوم تعدلت. أتمنى إن ربنا ينصفهم في البطولة وفي مستوى الفريق هذا. وأنا أقولها لأبو فيصل وأحمد، أقول النيات زينة والله هنمشي. وأخيرا أنا بارك لجمهور الاتحاد، هذه خطوة من الخطوات اللي إحنا نفكر فيها إن شاء الله بإذن الله، إن نفرح اليوم وبكرة نفكر في ضمك السبت، وإذن الله بإذن الله أن نفرح، والناس الطيبين هذولي بإذن الله أنهم يفرحون بإذن الله. بإذن الله. أنا برضو تكلمت أبو فيصل وتكلم حامد، أنا كمان أبو عصام يمكن من أبرز الصفقات الموسم هذا هي صفقة الأستاذ حامد البلوي معكم. لا أنا موسى ما يحتاج يعطي العافية، وإحنا كلنا مكملين لبعض في النهاية. العكس، أبو موسى قدم شيء كبير، ظروف العملية وضغطنا عليه ضغوطات كبيرة وتحمل ضغط العمل معانا الحمد لله، كلنا جروب واحد، كلنا مجموعة الواحدة، اللاعبين الحمد لله يبي يقدموا شيء كبير، أبو عصام تحمل شيء كبير فوق طاقة، وهذا وشكر مني له على الشيء اللي قاعد يسويه ويقدمه للاتحاد. يمكن هو جندي مجهول ما حد يعرف الشيء اللي يقدمه، لكن بإذن الله الله يكرمنا ويعطينا على قد نيتنا، وبإذن الله نجيب الكاس ونهديه إن شاء الله لجمهور الاتحاد بإذن الله تعالى. هناخذكم في لقاءات مطولة كل واحد على حدة، لكن أترك لك للجمهور. تفضل. الله يسلمك. أشكر جمهور الاتحاد على وقفتهم، أشكرهم على صبرهم، يثقوا فينا، يدعمونا إن شاء الله، وبإذن الله تعالى إن نقدم الشيء المأمول واللي يتمنوه مننا
واللي ينتظروك جمهور الاتحاد بإذن الله تعالى. عندي بس شكر خير مع المستشار تركي آل الشيخ، كان في بيني وبينه تواصل، قلت له إن شاء الله بإذن الله نتأهل، هو اللي اختار الاتحاد بداية البطولة، بإذن الله نروح ونجيب الكاس ونهدي إن شاء الله المعالي. شكرا لكم للقناة الناقلة وللأمين العام، وشكر للمنظمين الموجودين، شكرا لكم بإذن الله. وفي لقاءات إن شاء الله مطولة معاكم. الله آخر حاجة أبو عصام، لما نتكلم عن واحد من أهم الصفقات اليوم، نتكلم عن أحمد حجازي، وأنا أعرف أنك أنت جندي مشغول خلف هذه الصفقة، كيف قدرت أنك تقنع أحمد حجازي أنه يجي الاتحاد لاعب يلعب في الدوري الإنجليزي وتجيب نادي الاتحاد؟ طبعا نادي الاتحاد كبير، بس نتكلم عن فرق بين البرمجي. صحيح، للأمانة الموضوع أبدا ما كان سهل، كان صعب، تعبنا كثير، لكن الحمد لله ربنا وفقنا. وأنا أحب أطمن جمهور نادي الاتحاد أنه لما وقعنا معاه وقعنا معاه إلزام في الشراء، ما هو خيار، فطمنهم أن حجازي إن شاء الله مستمر لسنتين جاي بأمر الله. نتكلم حتى عن الصفقات المحلية، يمكن واحد من الصفقات عبد الإله المالكي، البعض كانوا زعلانين في البداية، نعم، لكن الحمد لله شفت عبد الله، أنا كنت أتابعه من زمان للأمانة، حتى أعرفه من أيام قبل ما يكون في الوحدة، وأثبت نفسه، وعبد الله لاعب كبير، وإن شاء الله يفيد الاتحاد ويفيد المنتخب بإذن الله. بإذن الله بإذن الله بيكون في لقاء مطول معاك وتفاصيل كثيرة، ولكن مدرب روماريرو كمان بناخذهم يستاهلون. نعم.